عندما يجتمع الشغف مع المهارة والإبداع هكذا تكون النتيجة. بلمساتها وأناملها الجميلة والناعمة استطاعت أن تأخذنا في عالم من نكهات وأشكال تتذوقها العين قبل الفم، لتخرج بلوحات فنية من قطع البسكويت أو ما يسمى بالكوكيز. نتعرف وإياكم مشاهدينا الكرام على قصة المبدعة ياسمين، فابقوا معنا. مشروعي اسمه ياسمين كوكيز، بعمل كوكيز سكر لكل المناسبات، أعياد ميلاد، مواليد، أفراح. كنت من أوائل الأشخاص اللي بدأ بهذا المشروع، والحمد لله ما زلت مستمرة وبتطور أكتر وأكتر تشجيع الناس. صراحة كانت بالبداية تجربة، وكانت بس إني بجرب للبيت لأهلنا، لأنه إحنا بالأساس بنحب نعمل أعياد ميلاد وحلويات، فكانت التجربة إني كنت بجرب فيهم. كان في أول إشي، يعني أول مرة بدأت فيها إني أعمل لناس غرب، كان في بجمعية المحاسبين لقاء فنجان قهوة، وكان في معرض صغير عاملينه مع اللقاء، إنه إذا حدا من المحاسبين عندهم أي هواية بيقدر يجي يشارك بالمعرض. ورحت شاركت بكمية كتير صغيرة، والحمد لله أعجبتهم الكل، يعني أعجب الجميع. إشي بدأت كيك، بس كانت فترة كتير قصيرة ما طولتش فيها. لقيت إنه الكوكيز إشي جديد، كنت بتفرج على اليوتيوب كتير. جربت أولها إنه كان يعني خطوة إشي جديد مش معروف. بالبداية ما كانش هالإقبال، لأنه بالنهاية عيد الميلاد كله حيكون بس كيك أو أنواع الحلويات التانية، أنا يعني إنه حلوة وزاكية وهيك تمام، بس إشي منتشر. فأنا كنت بدي أعمل إشي مختلف حسب الكمية اللي أنا بنطلب مني. ممكن على الأقل خبيز ممكن ياخد مني من ساعة لساعة ونص. عادة بخبز قبل بيوم، بجهز، ببدأ مثلا إذا في ألوان معينة بدي أعملها، أساسا مش كل ألوان، مثلا ممكن تطلب ألوان مختلفة عن الأشياء المتعارف عليها. بالضبط، ممكن يعني ممكن 6 ساعات، ممكن 4 ساعات، ممكن يوم. يعني امبارح عملت طلبية بدأت فيها تقريبا عصر، خلصت الساعة 3 الفجر. أهلي كانوا يعني كتير واقفين معايا وكتير بيساعدوني، وبوقت الضغط كتير دايما بيكونوا معي، وهم شجعوني إني أضلني أستمر. أنا كنت بالبداية بأشتغل أساسا بمجال دراستي، من سنتين وقفت، خلاص قلت بدي أخذ طريق الكوكيز وأشتغل فيه. الناس اللي جربت الكوكيز وطلبت أكتر من مرة برضو، هدول الناس يعني أنا بشكرهم كتير، لأنه لولاهم يعني بدوني دايما فيدباك، سواء زاكي أو في أي مشكلة. أنا بفرق يعني، إنه وكمان لما يكون الإشي منظر حلو ويعني وطعمه زاكي وجذبهم، يعني إنه مختلف، يعني أنا عاملة لهم شغلة إنه عن جد مميزة ما فيش زيها. فهم يعني كتير الناس، أصحابي، أهلي، كل الناس أنا كتير بحبهم. في بالي مثلا فكرة إنه دورات، أعطي ورشات عمل، شغلة برضو مختلفة لأنه الناس بتطلب مني، بس إنه يعني بحسها خطوة بدها شوية جرأة. إن شاء الله المحل يكون برضو شغلة تانية يعني قدام.